انكسرت الشيشه. هذه حق اللوب الجديد؟ اي شكرا. لما انا اروح انكسرت الشيشه. انزين على العموم طبعا اللي يشيشون يشيشون واللي يدخنون يدخنون، بس احنا طبعا راح نتكلم يعني بوجهه نظر الجاذرنج. لا قبل لا تتكلم، قبل لا تتكلم خلينا نتكلم. رجع 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 قبل لا تتكلم. شروق ترى والله العظيم الحين اقول لا قبل لا تتكلم. والله العظيم اقول قبل لا تتكلم. تعال محموله تعال 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 محموله تعال 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 قبل لا تتكلم يا جماعه. الظاهر انا راح اضحك على الهواء. تو مساعه قاعد تقول لي شروق تكفى تكفى حمود تكفى حمود تكفى تكفى حمود. احلف ابو شو الفنجر المكسور ده. احلف زين شكلي بكسر لك اياه بزياده واخسر لك ايدك لان الحكي اللي انقال يعني ابوس يور فنجر هذا وادفع لك. ترى على فكره على فكره ترى قالت لي راح ادفع لك 100 دينار بس كتم على السر اللي بيني وبينك. خلاص شنو السر اللي بيني وبينك؟ تبون تعرفون شنو السر اللي بيني؟ تبون تعرفون السر اللي بيني وبينه؟ لازم تتابعونا بالحلقات القادمه من مسلسلات طنطوم والابطال. وهذا البطل خاسر معنا خاسر والله. يعني انا ما ادري ايش اقول لكم، بس الظاهر انت مو عارف تفرق بين الغشمره والجد. على العموم يا جماعه الخير طبعا شباب شباب شوف المفروض المفروض يعني لو لو شوي ترى مو صدق وانا راح اكسر اي شيء على راسي. احس اني قاعده بمجلس سمه فظاهرات بينها. يعني خلاص شروق شروق بوس ايدي انا راح اقول لهم الصدق. لا صدق ما بديك بشيء. يعني لا تصدقون هالشيء صدق. هي كانت قشمه. لا قول لهم انها كانت قشمه. خليني اتكلم مو انت يعني خليتيني اقول. انا كنت ابي اقول انت خربت. ما راح اليوم موضوع. انا كنت ابي اقول شنو سوت هي. تكفى نكمل. ما كنت راح اقول شيء. لا كنت قاعد تغشمر ولا ما قاعد تغشمر؟ لا انا ما قاعد. خلاص اوكي انتهى الموضوع. حسابك مع محمد عقب الهواء. اي بعد الهواء مشاهدينا. بس لا بمشي انا الحين. انزين خلصنا من اليهال اللي يتاثرون. مع السلامه. يلا روح بالمشاهير. تليفوناتك عصير. اللي يتاثرون بالمشاهير اللي يتاثرون بابهاتهم يتاثرون باهاليهم يتاثرون بحق. سوري عفوا الحلقه اليوم عن التدخين والشيشه وال خلنا نطلع. انزين خلنا نطلع من اليهال. خلنا نصعد. عندك شيء حق عن اليهال؟ لا التدخين انا عموما قلت في القرن 17 هولندا سويسرا دنمارك منعوا التدخين نهائيا. وفي ما ادري باي دوله سعر الباكيت ما ادري كم. كان بس والله لو كويتي يشتري لو ب 1000 لانه بس خلاص تعود على النيكوتين. احنا وصل باكيت السجاير في سجاير قاعد ينباع على 750 فلس وفي سجاير قاعد ينباع على 650 فلس وفي سجاير قاعد ينباع على 950 فلس. شوف تخيل انواع السجاير اللي وصلت وللحين وللحين الناس قاعد تشتري. يعني يعني تيلا تقول له انت كمدخن وصل وتقول له مثلا والله السجاير ترى ارتفع هو متعود عليه ياخذ ب 600 او 500 تي تقول له ارتفع والله صار 750 والله يهمه يدفع. والله لو والله تي يقول له بخمس دنانير راح اشتري. عطني الباكيت وبمشي لانه بس الدم تعود على النيكوتين. هو صار ادمان. لا طالعني زعلت والله. لا خلصنا اقول الصدق بس على يا جماعه بعدين راضوا بعض. هو قاعد يطالعني مو سالفه يراضيني. هو قاعد يطالعني قاعد يقول له لا تطالعني. بعدين خلينا نخرع عن بعض. شوفوا اخروا عني. انزين اليهال صغار الحين تخلصنا من تاثيرهم باللي حواليهم. البيئه اللي هم فيها سواء الام سواء الابو سواء الربع سواء التلفزيون اللي يتاثرون فيهم اللي يحبونهم متعلقين فيهم الايدل مالهم. خلينا نطلع حق اللي بعمركم بالعشرينات ما يدخن. حلو. انا ما ادخن. انا عمري 20 سنه مثل انا صبي. انا ما ادخن. اشوف رفيجي يدخن. حلو. اشوف اللي ما احد قريب مني يدخن. رفيجي رفيجي انا صبي اوكي انا ابو الفوز وعندي رفيجي يدخن. زين ريفرس يدخن. زين انا اطالع ريفرس ليش شلون يدخن؟ معايش ريفرس فاتعود اتعود اتعود اجرب مره اجرب مره. فاحنا عندنا بالقناه ممنوع احد يدش يشرب سيجاره. يعني عندنا من واحد يدش القناه ما حد يشرب سيجاره. قاعد يدخن قاعد يتكلم ولا هم قاعد يدخن. فالواحد يعني هذا زين حق الصحه. انه من يدش باب القناه ممنوع انه اشرب سيجاره لا بالكنترول ولا بمكان. يقعد اربع ساعات على حسب وقته بالدوام. لما يطلع من الدوام راح يشرب سيجاره. احنا مطبقينها هنا قناه مطبقينها احنا فهذا شيء حلو. ليش ما يطبقونها اماكن ثانيه؟ انتم تدرون شو المشكله صدق المصيبه الكبرى سواء مع اطفال او كبار او بنات شباب انها هي تكون تجربتها بس مره. صارت مره سنتين ثلاث تستمر بعدين يصير ادمان. شلون هو يقدر يوخر عنها؟ ما يقدرون يوخرون عنها. لا 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 صدق انت مستحيل اليوم. شوفوا في شيء في شيء سمعته انا جديد في عيادات بالكويت اتوقع صح ان شنو تروح حق الدكتور تقول له انا والله ادخن. انزين شلون راح تجيب لنا ماي بارد وتي. انزين انا بضيف شيء بعد اي فهذه ما ادري اذا انتم سامعين فيها ولا لا انه يكون الحين في خلينا نقول الصدق خلاص راحت شروق. يبا يا جماعه الخير بما ان شروق راحت انا طفرت اليوم فيعني هو طبعا الموضوع هي شروق يعني لا تدخن. يا لا على الوتر حساس ضايقها لين مشت شروق. ايش شروق لا تدخن ولا تشيش
ولا حتى تعرف عن السيجاره شيء، بس انا حبيت يعني ان انا اسوي فيها مقلب واضغطها بضغطها ان هي تدخن وتشيش، لان هي انحاشت الحين اكيد قاعد تبكي، فيعني الجمهور لا لا راح يجيب لنا ماي بارد. لا 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 اي احد يدل قناتنا هني شاهد صوب يعني شارع فتح مكه حولي يبوك نمكس وايد، لان الحين راح تغرق الديره من المشروط. لا قاعد تغشمر بس جينا شوي، انت زورت عليها بالغشمره بس ما خلها خلها عشان تعود انها هي. لا 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 سريع عرفت تدخن على السريع، شفت صدقت وراح تشرب سيجاره وترد قلتلكم. اي بالضبط. زين وضيف شغله انا، انت في معلومه كنت تبي تقولينها؟ اي اني اروح العياده اقول له والله انا ادخن وخلاص ابي اقطع، فيحط الستيكر. وجهك صار احمر. صدليه هذا في بعد علش في الستيكر حتى الصدليات. العلش قالوا مو منه فايده بس ما ادري عن عرفت انه ما تشتري سيجاره. حمود انا شفت سيجاره ما ادري، انا احس لو على الناس تدخن ما يمشي. هو دائما يقول حق المدخن اللي يبي يوخر عن هالشيء انه دائما لازم يشغل حجب اي شيء. ومنها فايده علش ياخذ له اي شيء انه حتى او قلم او اي شيء انه بس دائما يشغل. وفي لزقه انا في بس انا هذه ما ادري عنها، بس ان انا عارفه انه لازم يشغل. انا زين طبعا سيجاره كهربائيه. المدخنين يعني هو قاعد يقول لي ابو جاسم انا قاعد اتابعكم واوجه لكم احلى تحيه، وهو الاهل وعائلته كلهم. علي ميزن وجه لك احلى تحيه، يقول لك احلى حبتين انت وعيالك وبنوتاتك الصغار، بس لا تعلموا على السجاير. كلهم قاعد يقولوا لك اعطوا احلى تحيه قادرين. يلا احلى تحيه على علي ميزن وعلى وهلك سبي بعد وعيالك، بس لا تعلموا على السجاير. علي بنتين ينن ولازم يفهمهم. الله يخليك الله يخليهم له ان شاء الله يا رب. الو ميرزا لا تدخن. في شيء انا مره سمعته من وحده ابوها يدخن، ايش قال لها من قبل كم سنه؟ ما ادري اذا هي قاعد تكذب وتسوي ديكوريشن علينا، ما ادري عاد بنات وايد تكذبون. تقول يعني كان ابوي كان قاعد يدخن فشافني وانا يعني قاعد اطالع السيجاره، كان يقول لي تشربيها كنيها وطفيها قدامي. فقامت شربتها وكنتها عشان يوريها شلون السيجاره تلوع الشب. وطفتها وليومك هذا تقول انا ما افكر ادخن. ما ادري اذا هذا الشيء صدق صاير ولا لا، بس انا اتوقع انه انا ما ايد الحركه، بس اذا انا ابو شفت بنتي ميته على السيجاره كذي وقاعد اشوف شلون قلبها، يعني انا اقص السيجاره محترقه اقول لها هات شرب مش قدامي شربيها وطفيها طفيها كنيها وشربيها، شوفيها حلوه ولا مو حلوه. الله الله يا اخي والله انت كلامك ضرر. حمود انا اعرف واحد انا لو اصير ابو بناتي حجبهم من عمر 15 سنين ادبهم. ما عندنا بنات يطلعون بالتلفزيون كذي، انت لا تصيري متناقضه. لا ما عندنا بس انا. تفضل محمد. لا يدخن قدام ابوه وهو يدرس وياي برا. زين يدخن قدام ابوه بس برا الكويت، ويقول له ان شفتك تدخن قدامي بالكويت عشيت ريولي. اوف بس برا عادي قاعد انا هنا طلعت انا يمكن لان شوف شوف يمكن قاعد يدخن. شوف انت يمكن يعني يمكن مو متناقض، بس يمكن الابو شنو؟ يبي هو بانه خارج يعني خارج الكويت وشي وهذا، وانت تدري اني البنا عادات وتقاليد وشي، ما يبي احد من عمامه. هي صحه مو عادات. انا ادري شوف بالاول وبالاخير هي صحتك. قاعد تدخن قاعد تدخن شوف برا داخل الديره. بالاول وبالاخير حمود هذه صحتك، صحتك فوق كل شيء. انت يعني انت اذا كان ابو قدوتك بالحياه، انت الحين قاعد يلعبون بعقول البشر انه قاعد يجيبون لك منو الستار مالك، الشخص اللي انت تحبه، منو الهيرو، منو البطل، منو النجمه، منو هذا، قاعد يقضبونها باكيت سجاير وتدخن نوع السجاير هذا عشان انت. الله شفتي فلانه تدخن، انا بدخن نفسها، لان اكيد هي هذه ما دخنت. يعني انت الدعايات هذه دائما اللي يسوونها ترى والله انت تشوفها يعني نوع ان هي انت على بالك انه ما يهمك اهم شيء الماده. الماده اي تخيل انت يعني تخيل انت متى يصير التناقض لما تشوف لاعب كره، لاعب كره نفس ما انت مساء قاعد تقول، وهذا لاعب كره ومميز ومعروف وهذا يخاف على صحته، وهذا هو طالع حق دعايه سجاير. زين شلون انت تدخل، شلون يعني طالع تسوي دعايه سجاير؟ كم عطوك؟ كم دفعوا لك؟ بس كم واحد من المعجبين مالوتك، من الفانز مالوتك، من الناس اللي تحبك، من العالم، يعني ان انت مشهور. يعني لا تقنعني مثلا سروها لذيذ الحين كنتاكي يابا، وهذا ميسي سوى الدعايه، صاروا كل برشلونيه ما ياكلون لك كنتاكي وما يطالعون مباراه الا حاطين كنتاكي. حمود انا اعرف واحد قبل مباراه برشلونه لازم كنتاكي. تخيل يعني فما مالك ميسي فتخيل ميسي يمسك سيجاره ويدخن مثلا اي نوع من انواع السجاير، ان شاء الله كيلو بتره على قولتهم. الدعايه ما تصير بس كذي باكر كيلو بتره يصير هذا من المشاهير. في الدعايه اللي تصير باسلوب غير مباشر اللي هو يكون بلقاء، وقبل هاللقاء مثلا يكون في سبونسر حق يعني هالنوعيه براند من السجاير، شغله يعني معينه براند معين، هو لما يروح لقاء يسوي نفسه انه هو قاعد يدخن. هو ممكن ما يكون مدخن بس انه هم دافعين له يدخن قدام الجمهور. هو مو قاعد يسوي دعايه رسميه مباشره شيء حق المشاهد، قاعد يسويها خشاشي نفس اللي بالفيلم. عشان شلون يصير؟ يصير انه هم تقليد، وانه هو انسان مشهور ومحبوب ودائما معروف، انه اي احد يحب يقلد المشاهير والناس المعروفه. فشوف شفتي هذا الموضوع، انا اذكر من زمان كان في دعايه حق ملبورو
خيل وانه كابوي وشي هذا انزين اللي كان بالكابوي هذا نفسه كان هو اتوقع كابوي. ممثل انزين اي كابوي وممثل هو فيبينا مسوي الـ 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 يعني طريقة الدعاية شلون يركضون رعاة البقر وبعدين وهذا ويربطون شيء تدري انت انا شنو كنت اسوي؟ من كثر يعني هذا وانا صغير يعني مندمج بالهذا اجيب المخدة احطها بين ريولي على بالنا انا وياي خيل يعني زين والبس كبوس وحبل من اي الخيوط يعني اثرت فيك يعني تخيل انا اقول لك صدق زين واركض ورا منه ورا عيال جيراننا يعني بالساحه واقعد اي هذا عبالي ان هذيل البقر مالهم في وقت شو اسمه واسحب رقبتهم لان يا ابوي طقني الحين صاروا يخوت وبنات وبحر ويعني انت تطالع الدعايه غصب عنك بس انا ما كنت ادخن بالدعايه يعني شنو العقليه هذه ان انا اندمج بالدعايه علشان اروح اشرب الدعايه عشان الدعايه حط لي بحر الدعايه لما انا اشتري سيجاره بربح يخت الدعايه لو شكلها تخيل نفسك ان انت شفتي لما يقول تمتع بوقت المرح الدعاية لو شكلها ما يجذب ما يسوونها اصلا السيجارة تخلي النفس ريحته ما ادري ومن غير الدعاية ما يكون في وايد شغلات من اللي قاعد تصير حاليا ويصير شغلة تعود يعني في ناس ما يعرفون يتابعون مسلسل الا بيده سيجارة او بيده شيشة نفس ذاك اليوم نفس اللي ما يطلعون المباراة من غير الشيشة بالقهوة قاعد اقول لك شيء وايد بالكويت قاعد اقول لك في ناس ما يعرفون يقعدون قهوة وقت المباراة لازم تكون شيشة تعرفهم انت محمود في واحد قريب حيل مني يا ساتر وانا احبه الصراحة شوف انا اقول لك شغلة انا يعني راي خالتي ابراهيم الحداد اوجه له احلى تحيه اكيد ابو فيصل زين طبعا راح اقول لكم سالفته بس خلونا نطلع الفاصل السريع هذا ونرد وياكم نوع من التشويق يعني قص عليكم لا بس تفضل ذاكره شيء هنا الحين شيء اللي يطيح على ظهره شيء قلب ذاكره او شيء مرات واحد يبلع صار شيء هنين هني ولا هم؟ هذا رن هذا طالع هذا تعور طبعا اكيد رنينا لكم اكيد من بعد الفاصل وانا كنت مندمج اكيد بالفيسبوك اللي مو راضي ينفتح ولا راضي اساسا يعني يرد علينا ولا يرد عليكم بس ما ادري يعني سامحونا اليوم اذا انتم قاعد تطرشوا لنا شيء ونعتذر اكيد يعني حسب الاقمار الصناعيه وبعد يعني طلبات الناس وارسالات البنات والورود وهذا شكور ما قصرتوا فديت روحكم على البوكيه الورد اللي جبتوا لي اياه برا انا شاكر لكم وما قصرتوا وطبعا شروق اكيد نعتذر لها ونديها احلى حبتين فوقهم بوستين ونقول لها لا تزعلين ولا تبكي لان دمعتك علينا غاليه يا شروق يا شوشو يا عم شوشو وطبعا يعني شوفوا مكياجها شلون اخترب وقعدت ساعه تساحل فيني وتقول لي قلبي زين محمد ما ادري اذا الفيسبوك شغال روان صالح دازت لي مسج برايفت اوكي كاتبت لي ان انتم ليش ما قاعد تبن علي انتم زعلانين مني او شيء لا احنا قاعد نشوف شو اسرار راح تقول لك احنا مو زعلانين من احد ولا منك انت حبيبتنا يعني انت من زمان معنا بالفيسبوك بس اليوم ما ادري ايش في الفيسبوك الفيسبوك معلق من عندنا من عند محمد حرز الله فيا ريت محمد حرز الله لو يعني لو تسرع بالموضوع ان انت تضبط الفيسبوك على الاقل لو باخر يعني سيجمنت من الشبكه العنكبوتيه عندنا شويه اي والله يعني ما ندري العناكب كلهم التموا على الشبكه اليوم فخربوا لنا اياها على العموم نرجع حق الموضوع احنا مو زعلانين من احد فنرجع حق موضوع حق موضوعنا حق راي خالتي انا يوم وصلت لكم عنه انه راي خالتي الحداد ما شاء الله عليه ابو فيصل شنو من كثر ما هو مدمن شيشه يا اخي الشيشه ما تفارق حلها يمين مع شيشه يسار مع شيشه ادخل المطبخ الاقي طر ويا شيشه ادش الصاله الاقي طر يا شيشه ناس بالسياره شيشه والله 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 يا جماعه وانتم بكرامه يعني حتى بالحمام الشيشه ما تفارق والله تخيل والله العظيم والله قاعد اقول لك يعني قاعد قلت والله واتمنى انه قاعد يشوفني عشان اقول لك يعني حمود احنا فراسي عشان اصدق انا يا اخي وراسك الغالي زين وراسك على ان شاء الله يصير زين وشعرك يطول اكثر واكثر زين ان راي خالتي كذي يموت على شيء اسمه شيشه غير انه عنده سبير بالسياره حاطه شيشه بالسياره وين ما يروح مكان على بالنا انه يعني يبي يمزج يبي شيء على طول صفط قعد نزل كرسيه حط الشغل اي عرفت ما عنده نظام كشتته 24 ساعه اذا اشاره حمراء لا شوف انا قاعد اقول لك انا ما قاعد اقول لك على الاشاره قاعد اقول لك يعني هو اذا مزج يصفط وعلى طول هذا بعدين عنده ما شاء الله عنده شو اسمه عنده مالت الشحن اللي يشبون فيها هذا وكل شغله زاد اوكي اول باول يعني انا اعرف وحده
هي اول ما تقعد من النوم الصبح لازم راسين شيشه. متى تروح دوام؟ ما تشتغل. ما شاء الله ما تشتغل. يا بختها والله. وعندها يعني